على الرغم من أن التوقعات والتنجيم باتت حكرا على ليلة رأس السنة لأصحاب الإلهام، إلا أن تأثير هذه التوقعات امتد إلى المعنيين في شؤون المدارس الخاصة، فلم تكن توقعاتهم حاسمة وواضحة بشأن مشهد يوم الاثنين بين فتح المدارس أو إقفالها، في حين أن روابط أساتذة المدارس الرسمية سيكون قرارها الذي أبلغته إلى الوزير موحدا في الإقفال يوم الاثنين، احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية للأساتذة فيها، وهو ما يخالف قرار وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي الذي أكد للجديد بعد اجتماعه عبر تقنية زوم مع مسؤولي الوزارة أن غدا هو يوم دراسة. نحن راجعين بكرة نقطع السطر. الحلبي أوضح عبر حسابه على تويتر أن يوم الاثنين هو يوم عودة إلى الدراسة بعد العطلة التي قررتها لجنة كورونا. اتخذنا كل الإجراءات الوقائية الصحية وتم تجهيز المدارس بعد التنسيق مع وزارة الصحة واليونيسف ومنظمة الصحة. أما مشهد يوم الاثنين للمدارس الخاصة فسيكون ضبابيا متناقضا ومتفاوتا، حيث أعلنت بعض الإدارات الرسمية كالمدارس الكاثوليكية الالتزام بقرار وزير التربية، مع العلم أنها أكدت أيضا أن معظم مدارسها ستقفل الاثنين بسبب جائحة كورونا. الموقف العام، موقف المدارس الكاثوليكية، ينسجم مع قرار معالي وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي، وهو العودة إلى التعليم الحضوري ابتداء من يوم غد الاثنين بعشرة كانون الثاني. ولكن نظرا للظروف الصحية الراهنة وتترك الحرية لكل مدرسة أنه تأخذ القرار الذي يوافقها والذي يناسب وضعها الصحي. بين عندك يعني النسبة مئوية تقريبا قرابة قد ايه رح تكون نسبة الإقفال غدا؟ أكيد أكثر من نص المدارس، مدارسنا الكاثوليكية أكيد أكثر من النص مغلق يوم غد أكيد. وعلى الرغم من أن الاحتمالين الواردين لا ثالث لهما بين فتح المدارس أو إقفالها، إلا أن الأسباب تتعدد بين جائحة كورونا وتبعاتها اقتصاديا وسط الأزمة الخانقة، وبدل النقل المشحف بحق الأساتذة الذين طالبوا بالإضراب حتى 17 من الشهر الجاري، إلا أن معظمهم سيكون مكرها على التعليم الاثنين تحت تهديد من إدارة المدرسة بالفصل أو خصم الراتب. قرار النائبة اتخذ يعني عدم الحضور للمدارس لأنه بظل الظروف الحالية صحياً يلي ما خفنا منها من أول السنة، ونحن أمننا كل أيام الحضور على مدارسنا الخاصة كلها، بس صار في إلها كلفة، هيدي العودة للمدرسة حضورياً صار إلها كلفة، إن كان حماية للتلاميذ أو حماية للمعلمين. يعني في فحوصات كتيرة صارت مكلفة على أساتذة ومعلمات، مش يعني رواتبهم ما عم بتأدي إذا كانت رواتب قانونية. تصوري منح اجتماعية عن تقديمات عن زيادات لازم تصير تيقدر الأستاذ يكمل يعني شهره بحضوره للمدرسة، ببدل النقل، بكلفة البنزين، بكلفة الاستشفاء، بكلفة البي سي آر. في مدارس تم تقول انه ملتزمي بقرار النائبة، وهيدي مش شغلتها كإدارة مدرسة، المعلمين اللي بيلتزموا. هي كانت اعلنت انه بدها اسبوع تأخر العودة اسبوع. في مدارس كانت اعلنت انه رجعت اجلته وبضغط من معلمينا وبعد قرار النائبة. في هلأ مدارس بدها ترجع أساتذتها غصبا عنهم، عم بيقولوا أنه لا نحن ملتزمين بقرار النائبة. في مدارس للأسف وعريقة يعني هم نحترمها مهددة أساتذتها أنه بدها تخصم لهم عن كل يوم غياب، يعني وهيدي بدنا نشوفها بدنا نلحقها يعني قانونا. أما اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة فقد نصحوا بعدم إرسال أولادهم إلى المدرسة قبل تاريخ 17 من الشهر الجاري، إلا أنهم في الوقت نفسه أعطوا الأهل الحرية في الاختيار بين مؤيد ومعارض. نحن كتربويين كنا ولا زلنا مصرين على التعليم الحضوري، ولكن الوضع اللي صار نحن بالنهاية بنمثل صوت الأهل، فمضطرين كنا نوصل رسالة الأهل للوزير عبر اقتراح تأجيلها لمدة أسبوع، لأنه العديد من الأهالي في أولادهم قالوا لنا بعضهم مصابين وبدهم وقت ليشفوا، فهيدا الشيء طلبنا من الوزير. بالنهاية القرار ليس بيد لجان الأهل، القرار هو بيتحمل مسؤوليته، كل شخص هو بده ياخده. يعني الإجابة بكرة في مدرسة أو لا؟ ما عم بقدر أخذ منك جواب.
مش نحن اللي بنقرر. ما انا اللي عم اقول لك اياه الاهل بقدموا حسب معلوماتي في مدارس كثير اجلت ل 18 شهر. بكره وزير التربيه دعا لجنه الطوارئ ونحن من ضمن لجنه الطوارئ لدراسه الاوضاع كلها بعتقد. فان شاء الله بكره مين من ضمن لجنه الطوارئ حيكون؟ مين حيجتمع بكره؟ اتحادات لجان الأهل، المفروض المعلمين ومفروض المدارس الخاصة. إذن مع أن الكفة تميل إلى يوم إقفال لأبواب المدارس الخاصة، إلا أن وزير التربية الذي يصر على فرض قراره على المدارس الرسمية لن يمون عليها. زهراء فردون، قناة الجديد.